بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 2، شوف المقطع الرابع. شوف الهيت جنرال هيت كوندكشن إيكويشن بالنسبة لللونج سلندر والسفير، واللي هو كومبايند وان دايمنشنال. احنا هنا في حالة اللونج سلندر، لاحظ أخذنا السلندر، هاي لونج سلندر، يعني ال هذه يعني نعتبرها كبيرة جدا، وبعدين ناخذ جزء من السلندر اللي هو السلندر عند الريجس ار، والسلندر عند وبعدين عند الريجس ار بلس دلتا ار، هذا هو الفوليوم اليمنت تبعنا. اذا السمك هنا كم؟ هو دلتا ار. الهيت عند الار هي الهيت ان، الهيت الداخل عندنا هي كيو عند الار، وعند الار بلس دلتا ار اللي هو عند الاوت تبع الاليمنت هذا، طالع من الاليمنت هذا، وبعدين الطاقه اللي الهيت جنريشن واللي هو rate of change of the energy content. هذه كيف نجيبها؟ نفس الطريقة شفناها بها في plane wall MC، لكن الماس هنا تساوي الرو في الفوليوم، الفوليوم يساوي ال A دلتا R. دلتا R اللي هو سمك الإلمنت اللي عندك، نفس الشيء الفوليوم هنا A دلتا R. بعدين دلتا E إلمنت عوضنا عنها بقيمتها رو سي، هذه هي قيمتها، والجي إلمنت عوضنا عنها بقيمتها كمان. نقسم هنا على A دلتا R، قسمنا هنا على A دلتا R، قسمناها على هذا، اختفت من هنا، اختفى من هنا، جعلنا الرو S. لاحظ بالنسبة لهذا، هذا الجزئية لما تكون، لما يكون الدلتا ار go to zero، فنحن نحول الدلتا ار الى المشتقة، مشتقة تبع الكيو دوت. لكن الكيو دوت في حالة السلندر يساوي minus k a دلتا t على دلتا ار. لاحظ هذه هي نفسها دخلها في المعادلة اللي عوضنا عنها بهذه القيمة، 1 over a بقت هي نفسها، واحد على الـ a ظلت موجودة. هنا رو سي نفس الشيء بالنسبة لي التمبريتشر، هذه هي المشتقة لما دلتا تي go to zero، فتكون هذه هي المشتقة تمبريتشر بالنسبة للزمن. إذا هذه هي الجنرال إيكويشن بالنسبة لنا في السلندر، اللونج سلندر، لما يكون الفاريبل كوندكتيفيتي. نخلي الكوندكتيفيتي داخلة في المشتقة لأنها تتعلق بالتمبريتشر. إذا كانت الكي هذه ثابتة نطلعها برا ونقسم عليها، تجي هنا نقسم على الكي ونقسم هنا على الكي، هذا مقلوبه هو الألفا اللي هو thermal diffusivity. لما كنا في steady state قلنا أنه ما يتعلق بالزمن، إذا temperature ما تتعلق بالزمن، هذا يساوي صفر. لما يكون no generation هذه تكون تساوي صفر، لكن transient الزمن طل موجود. لما يكون steady state و no generation ما ظل عندي إلا الجزء الأول من المعادلة هذه، هذا واحد no generation و transient و steady. بالنسبة للسفير ما نحتاج نشتق نفس المعادلات، هي نفسها هذه المعادلات لكن مع بعض التغيير. لاحظ هنا عندي r square، هنا عندي r square. لما يكون thermal conductivity، لما يكون ال conductivity ثابتة نطلعها برا، بالتالي صار عندنا thermal diffusivity steady state تكون هذه تساوي صفر، no generation تكون هذه تساوي صفر. وبالنسبة لستيدي ستيت ونو جنريشن عندي هذه المعادلة وهي هذه المعادلة، هما نفس المعادلتين. لكن لاحظ هنا لما يكون عندنا combined for an examination of one dimensional transient heat conduction، transient heat conduction equation for plane wall, cylinder and sphere refer that the equation can be expressed as a compact form. هذا الكومباكت فورم، هذا يصلح للجميع. لكن لما تكون ال n هذه تساوي صفر، فنحن نتكلم عن plane wall، لكن في هذه الحالة المفروض انه ال r الموجود عندي هنا ابدل عنها بال x او بال y او بال z. لما تكون ال n تساوي الواحد، فتجينا نفس المعادلة اللي كانت عندنا في حالة السلندر. لما تكون ال n تساوي اثنين، فنفس المعادلة اللي كانت عندنا لكن في حالة السفير، سا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.